بالاتجاه إلى قرية فينيسي، بيت وموطن العالم العبقري ليوناردو دافنشي. في هالقرية هاي تشوفون حتى الواحد يقدر يقول من الريف، أجزاء من الريف التوسكاني الإيطالي. أخيرا وصلنا بيت ليوناردو دافنشي، هذا البيت على هالمرتفع، والمتحف ماله تحت في المدينة. هذا اللي بيع عسل ومكسرات، والاتجاه إلى المنزل يكتبون إحداثيات في النت كلها تطلع غلط. أنا بعطيكم الإحداثي بالضبط، إحنا وين وقفت السيارة وتنزل تمشي هذا شوفوا محل الشير. هذا العالم اللي كان فيه عدة مواهب، رسام، عالم نبات، عالم خرائط، عالم جيولوجيا، موسيقية، نحات، معماري، يعني ما شاء الله عليه في مواهب وفي عبقرية فذ صراحة قلما تلقاها. والغريب، الشيء الغريب يا أخوان، إن في إقليم توسكانا فوق العشر، يعني أفضل 10 علماء في إيطاليا طالعين من هالإقليم، إقليم توسكانا. شو السالفة؟ شو السر؟ ما هذا هو بيته من الخلف، نتخلى. هذا بيته على هالهضبة هاي، المكان الحلو هذا. هذا البيت المتواضع طبعا، مثل ما قلت لكم كانت موهبته عالية، وكان يعني كلمة عبقري فيه شوية هالإنسان. كانوا يطلقون عليه عبقري عصر النهضة ورجل عصر النهضة. شوف المكان وين، حتى اختيار البيت يا في مكان خطير جدا. دخول البيت للشخص، البيت للشخص الواحد 3 يورو. هذا هو بيت يا اخوان، بيت العبقري، بيت الفنان، بيت العالم ليوناردو دافنشي. التقاطه من زاويه ثانيه، شوف قريه فينيسي، له متحف هناك تحت. وهذا المكان الجميل جدا، يا ريت بس من عنده فلوس يشتري هالارض اللي مقابله ويسوي فيلا هنا، صراحة إطلالة ولا أحلى. هذا تقرير بسيط عن بيت ليوناردو دافنشي. أنا شفت عمري في طريقي إلى الريفيرا الإيطالية الشمالية الغربية، فقلت فرصة أني أمر أصور البيت، لكن الإحداثيات اللي أخذتها من النت كالعادة طلعت خطأ ودتني مكان بعيد وغرست في الطين، وكل من هالناس اللي لا بكوبي بيست، كوبي بيست، لا يو ولا شافة ولا بس، اللهم بس إلا كوبي بيست. عموما هذا هو المكان المقصود وهدفي اليوم قبل الانتقال إلى الريفيرا الإيطالية. أنا جيت طبعا شهر 12 اللي طاف 2014، من 4-5 شهور كذا، لكن في شيء يجذبني صوبها المدن اللي على البحر. تحياتي للجميع، والسموح إذا في تقصير اسمحونا على أي تقصير، وحاضرين للرد على أي سؤال. طلالة ثانية من زاوية ثانية، ومثل ما قلنا لكم هذا بيت العبقري العالم الجهبذ ليوناردو دافنشي.
هذه ساحة البيت. هذا هو البيت، وطبعا مثل ما خبرنا يعتبر أحد أعظم عباقرة البشرية. نعم، وصاحب خيال إبداعي غير محدود وفضول غير محدود، نفس اللي فيني أنا الفضول، بس هذا في العالم. هذا المكان، واللي حاب يوصل هالمكان قريب من فلورنس 45 كيلو تقريبا، اللي حاب يعني بحط الحين بعطيكم الأحداثي من السيارة ومن موقف السيارة بالترتيب بالضبط. ما بقول لكم، ما بسوي كوبي بيست مثل ما تهت اليوم. تحياتي للجميع. شوفوا موقف السيارة، موقف السيارات هناك على بعد 100 متر. مكان الصراحة يشرح النفس. وتنتشر، شوفوا البساتين في المكان على اليسار وعلى اليمين. حتى ان المدينة هاي فينيسي مسمينها على اسمه ليوناردو دافنشي. هاي السيارة، وبعطيكم احداثي الموقف مول. هذا الاحداثي يا اخوان، احداثي السيارة حين واقف. ان 43 47 995 اي 010 56 339. مقتطفات من الريف الإيطالي. أصور أسوق. شوف الشارع محلات الأشجار اللي على اليمين.